حنجرب الشخصية اللي زيدها في فري فاير. قبل فيديو هنعمل استعراض البويا باس، واكتشفنا انه لأول مرة البويا باس يعطيك شخصية جديدة، وأنا اليوم متحمس إني أشوف هاي الشخصية وأشوف قدراتها عشان نعرف إذا الشخصية قوية ولا لا، وهل ممكن تستبدل خسارة سكايلر اللي خسرناها بالتحديث الجديد. كل هذا الكلام راح نعرفه بهذا الفيديو، فإذا ما كنت مشترك انزل تحت واشترك في القناة، وإذا كنتوا جاهزين يلا نبلش. أوكي، طبعاً هاي الشخصية يمكن أكثر شخصية بتاريخ فري فاير ينزل عنها تسريبات، ولكن للأسف كل التسريبات كانت تسريبات خاطئة وكلها كانت نازلة من سيرفر المطورين، واللي أصلاً كانت فيه شخصية قائد التطوير ولسه مش أكيد 100% قدرتها راح تثبت، بس اليوم نزلت الشخصية، تمام؟ فنقدر نشوف إيش راح تكون قدرتها النهائية. أنا لحد الآن لساتني ما شفت إيش قدرتها، تمام؟ قرأت هيك على السريع وما فهمت ولا إشي، بس هاي أول مرة بدي أدخل هون أشوف الشخصية الجديدة وأشوف إيش قدرتها. أول إشي اسم الشخصية سانتينو، أوكي. قدرتها كالتالي. اوكي طبعا اللي ساعة صافن بالكلام بحاول افهم ايش هو، يلا يلا فهمته، حولت العربي برضه ما ساعدني الموضوع، بس اخيرا انا فهمت ايش بدهم. قدرة هاي الشخصية كالتالي، هاي الشخصية عبارة عن شخصية الاختفاء، او خلينا نقول شخصية الانتقال الاني. الشخصية بتكون هون فجأة بتصير هون، فاهمين علي كيف؟ بس كيف بتم هذا الموضوع؟ كالتالي بحكي لك، هاي الشخصية بتنزل لك موديل، يعني هيك زي شكل شخصية قدامك اول ما تفعل القدرة، واكيد طبعا الشخصية قدرتها اكتف، وهاي الشخصية مسميها المانيكان. تعرفوا المانيكان اللعبة تبعت الأول. هاي الشخصية انت بتنزلها بمكان وراح تظلها موجودة لمدة 12 ثانية، خلال ال 12 ثانية هاي بامكانك انت مثلا تروح تتنقل بالخريطة، تروح اي مكان، ولما ترجع تفعل القدرة مرة ثانية راح ترجع لنفس المكان اللي حطيت عليه الملكان، تمام؟ فهمتوا؟ اكيد ما فهمتوش، فخلينا ندخل جيم علشان نجرب قدرة هاي الشخصية منيح، بس بالاول خلينا انا بدي الفلها ليفل ماكس، تمام؟ اول اشي علشان اشوف ايش الفروقات. طبعا الفروقات ما في ولا فرق الا هون، بحكي لك الكول داون تايم تبع القدرة صار 120 بعد يسار 110، هون برضو ما تأثر أي إشي، يعني بس هو الكول داون تايم هو اللي بتأثر، يعني ماكسيمم قديش صار 80 ثانية، يعني 80 ثانية حلو حلو كويس جيد، يعني دقيقة أقل من دقيقة ونص، دقيقة وعشرين ثانية. برضو أحط السلتات تبعت باقي الشخصيات، خلينا نحط شخصية هاتريك، شخصية كيلي، وبرضو في آخر شخصية شخصية ماكسيم، وينك يا ماكسيم؟ المهم مش مهم إيش هي الشخصيات، تمام؟ المهم إحنا نجرب هاي الشخصية. طيب نعملها إكويب وخلينا نروح نلبس السكين تبعها، تمام؟ لأن نزل معها سكن، بس بصراحه مش ذاكر وين. هي هذا، ايوه، لا والله ماني ذاكر اي واحد، ما علي، انا لبسته هذا السكن هذا كثير حلو عليه. على كل حال انا هيك بكون جاهز 100% علشان اجرب قدره هاي الشخصيه، فخلينا نبلش الجيم. اوكي، وهي نزلت جيم علشان اجرب هاي الشخصيه. اول شيء خلينا نلاقي لنا مكان منيح ننزل فيه. انا بدي انزل بالاوبزرفاتوري مبدئيا. اوكي، لا في ناس كثير نازلين معي بالغالب، انا وانا نازل بالطياره انا شفت كثير سكوادات نازله معي، بس مش عارف هل هم نازلين معي هون على نفس المنطقه. والله شكله لا، ولا واحد نازل معي، شكله منزلين على الكلوك تاور والشله هاي. انا شوف حتى بالسكان مو مبين لي ولا واحد. يلا فرصه اجرب الشخصيه براحتي. اوكي مبدئيا قبل كل شيء في واحد نازل معي، بس واحد او اثنين صار. ما هسكثرو هذول، هسكثرو وين هم. على العموم ما علينا، خلينا نجمع لي شويه لوت هون واطلع فوق هيك علشان اجربها براحتي، بس انا خايف انهم يغدروني وانا قاعد اجربها. مبدئيا هاي حاليا انا القدره عندي مفعله، تمام؟ خليني اجرب افعلها. اوكي هاي شوف، اوه طلع هاي المانيكان، هاي المانيكان بيحكي عنه، هاي هو المودر راح ينزل. طيب معي بس معي وقت معين بس عشان اقدر استعملها ولا بتروح على الفاضي. طيب انا هربت هون، ارجع افعلها. اوه ليتس جو، رجعنا بنفس المكان وفي واحد نازل هون. ابا يا ينزل، خلصنا عليه. في واحد كمان برضه صاحبه هون نازل، بالغالب هذول مقطوع عندهم النت، يعني ما اتوقع انهم نازلين هيك طبيعي. لا ايوه مش قاطع عندهم النت. تعال تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، انا جايك 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 جايك، بس خليه قبل ما تحمله قدره. اوكي ليتس جو، ليتس جو بالفماس. اوكي هات لي بالفماس بلا زف، اعطيني سلاح. لا لا لا، ايش ليش نمت يا حبيبي، ليش نمت؟ اوكي مبدئيا قدره هاي الشخصيه على فكره جديده كليا بصراحه، وهاي الافكار بصراحه بتخوف لانه ممكن تغير اسلوب اللعب باللعبه. اوكي في واحد عنده هون، ابلع ليتس جو. اوكي ليتس جو، يا ريت لو انه بس يا ريت لو انه هاي القدره زي قدره شخصيه القرد، كل ما تقتل واحد او تنوك واحد بترجع تتعبى مره ثانيه. والله الشغله نعمه بشخصيه القرد. بس بعيدا عن كل شيء على فكره، هاي الشخصيه بامكانك تعمل فيها خطط الها اول ما الها اخر، يعني شوف انا قاعد، يعني انا قاعد اخلطها بمخي هيني وانا قاعد العب، تمام؟ يعني مثلا بامكاني مثلا انا احط مثلا المانيكان هون واروح اطلع عليهم، اضل ابوش عليهم لما احس حالي قربت اموت، برجع افتح المانيكان مره ثانيه، برجع مكاني. انا صايب من فضول اساسا على هاي الخطط، هل راح تزبط ولا ما راح تزبط؟ طبعا راح اجربها ولما الاقي ناس، تمام؟ بس خلينا نلاقي ناس محرزين، وخلينا بالاول نهرب من الزون. اللعبه علقت، اللعبه قلشت. لا 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 ايش في؟ اللعبه قلشت، ايش في؟ وال طلع ضاق جبلي من وين لوين؟ 400 متر، ايش في؟
ايش هذا الاس اللي جلتش الاسطوري يا طيب اوكي كان في واحد عندي لا في واحد عندي هون طلع توريك الخطه تبعتيها حطيت المينيكان هون اجي قاتله حسيت حد دمجت برجع مكاني هيك ورا الثلج وصلت تمام شكلها ما وصلت منيح خليها لما نقاتل الناس هيك لما نقاتل سكواد عاد قدال سكوادات رح تبين منيح طبعا هاي مش الخطه الوحيده طبعا انت بدك تسوي الخطه اللي بدك اياها بس هاي بصراحه انا هيني من 5 دقائق لعب يعني ما صليش الا 4 دقائق قاعد العب باللعب الشخصيه هاي اول خطه خطرت ببالي وطبعا اكيد جماعه الخدم ما راح يقصروا فيها فاذا حابين اعمل لكم فيديو اجمع لكم فيه احسن خدم ممكن تسويها بهاي الشخصيه اكتبوا لي تحت في التعليقات طيب مبدئيا في واحد كان تخلي هناك تعال وين كان هون بالاجواء ايوه لا اوكي ليتس جو في كمان واحد هاي صاحبه شكله اوكي ليتس جو طيب هسه مبدئيا انا اذا ما قتلني الناس لا الدينجر صوته قريب انا اذا ما قتلوني الناس رح يقتلوني الدينجر مع هذا الكلام اوكي طيب اعطيني هاي خلينا نروح الخزنه لا الخزنه ورا بس انا خايف من الدينجر يا حبيبي فيش منك اسرع من هيك بس في شغله على فكره اتوقع انكم ما انتبهتوا لها او اتوقع ان الناس ما انتبهوا لها اللي هي بقدره هاي الشخصيه على فكره المانيكان ما بيضل ثابت مكانه واحد اثنين ببين عند الخصم ثلاث والاهم من هيك هاي المانيكان شايفينه انا ما اقدر اطخ عليه تمام او لا هي بقدر اطخ عليه بس ما بينزل دمه تمام هذا المانيكان عنده دم زي دمك هذا المانيكان عنده 200 دمه اوكي هذا لو انه خصمك شافه راح يطخه ويفجره وراح تخرب عليك القدره هي راح علينا تمام بس مش لانك كسرناه لانه راح خلص الوقت قال كيف انت ما تقدر تدمر المانيكان تبعتك بس خصمك بامكانه يشوفها وبيقدر يدمرها فبدك تنتبه من هذا الموضوع يعني عبلاطه لا تحط المانيكان هيك قدام خصمك باي مكان لو تحطوش مكان اوبن لا خليه مخبى شوي يعني اوكي كيف في واحد هون اوكي لا اوكي طيب انا بدي اجرب اسوي عليه شغله بضحك عليه زي هيك طيب اطلع لي اقلب اوه ليتس جو زبطت بس انا صرت هيك كنت قاتله انا ما كنت راح اموت يلا قوم اوه ما عاد دراجونوف لا يا حبيبي لا تقوم هات الدراجونوف معك اوه هاتو ليتس جو طيب هذا شكله والله تو شاريه تو جايبه طازه اوكي في حد لا فيش حد توقع هو لا ثواني هذا كان معه سكواد اوه مشتري حتى اوم كمان مش مقصر اخونا طيب اوه طلع مع برضه كمان في عندي هذول طب يلا خلينا ندور على باقي سكواد لانه اتوقع لو لا لسه ضال سكواد وسكواد ثاني المشكله انه هاي الشخصيه شخصيه جديده وقدره فكرتها كثير جديده فاهمين علي كيف ما بنقدر نعرف قوتها الحقيقيه الا لما نجربها يعني كذا مره بكذا جيم بس انا متاكد انه هاي الشخصيه راح يكون لها مستقبل لانه زي ما حكيت لكم هاي القدره مكان نسوي فيها مليون شيء او ثمان تجرب شغله بس يا رب ما اموت يا رب اني ما اموت اوكي بدي اجرب هل بامكاني مثلا ثواني والله ما اقول لو انها تزبط والله العظيم راح تكون شغله خرافيه تمام اوكي طيب هاي ننزلك بقدر اطلع على الجسر كيف اطلع على الجسر من وين اطلع على الجسر طيب ما في طريق اطلع فيه على الجسر انا ببني طريقي طيب حط ثلجه هون ثلجه هيك واخر ثلجه طيب اخر ثلجه كيف نحطها هيك ثلجه تبينها بسرعه جزون طيب قال ما يجي الزون بدي اختبر هذا الاختبار تمام انا اتمنى انه يزبط يا لا يا حبيبي نط طيب لا الزون جاي والله شكرا راح ابلع نط ليش بنط ليش الشخصيه بطلت تنط اوكي طيب انا اقول لك ايش الحل نعمل هيك لا والله حتى هيك زبطت زون لا الزون طيب مش عارف في شخصيه بتنطش وانت نازل اوكي ها طيب يلا ليتس جو الثلج الاخيره كانت على الفاضي طيب انا ضل ماشي زي هيك بسرعه بلاش ما ياكلنا الزون قبل ما نصل الزبلاين بدي اعمل شغله تعرفوا ايش هي طيب يلا بس بسرعه الزون قاعد يسكر كويس ان الزون قاعد يسكر على البطيء من جهتي يعني هذا الاشي اللي مضيحني حاليا طيب انا بدي اجرب احط المانيكان هون تمام على بدايه الزبلاين تمام وبدي انط من الزبلاين لنفترض انه في وانا طالع بالزبلاين ودائما بتصير انه في واحد طخني على الزبلاين اول شيء ما بقدر استخدم القدره هون تمام فخليني افك هيك واستخدم القدره لا بقدرش ليش راحت القدره ليش معقول ليكون الزون اذا الزون وصل للقدره الحياه كلها ايوه القدره بتتكسر برا الزون طيب راح اجربها هون جوه الزبلاين هذا تمام بس خليها تحمل القدره مره ثانيه بهاي الوقت خلينا استنى الاخوان في الله اخر سكواد ضايل اربع اشخاص بالجيم غيري غالب هم سكواد كلهم مع بعض بقدر اعملها على ذاك الزبلاين بس خايف انها تخرب معي وانزل تحت ابلع فول دمج وتروح علي ايوه هناك اخواننا طب يلا هي قلبت حمل القدره بسرعه لا يا زون بالله عليك لا يا زون هاي حطيتها هون طيب وطلعت هيك نفترض في حد طخني طب اعمل هيك لا ما تزبط لا لازم تكون على الارض
وانت واقع ما تقدر تستخدم القدره. لا معناته هذا التريك ما زبط، ما راح يزبط هذا التريك، لازم تكون واقف طبيعي. طيب البني ايه طيب ظل اخر، معناته ظل اخر اربعه خلينا نقتلهم. كان هون، كان هون واحد منهم على حوالين الزون. هي تو تعرف، هاي تو تعرف هاي. اوكي بدي في واحد هناك. شكرا مش مع بعض هذول، شكرا ما هذول مش مع بعض. لا بديش اطلب هاي، هذا راح الزون. سكايلر. في وحدهم، في وحدهم فتح علي. وينه وين هذا؟ شكل توني قتلته قبل شوي، قتلته هذا. اوكي مليان ناس حوالي، انا سامع بصوت مليون طلقه حوالي، سامع صوت مليون طلقه لا 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 لا. طيب شو قاعد يسولف هذا؟ طيب يلعب يعبي يعبي بسرعه بسرعه. طيب فيش اشي؟ اجاني 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 اجاني. طيب بحط القدره هون، خليه يفكرها انا، هاي اول ما ادخل القدره راح افكرها انا. يلا وينه وينه؟ هو طلع لي، راح تقدر على الفاضي. طيب خليهم يجوا، خليهم يجوا، خليهم يدخلوا، خليهم يدخلوا على البيت. يلا خشوا على البيت. سكر. لا لا لا، من وين جاني؟ من وين جاني؟ لا لا لا، حرام والله حرام والله. قاعد استناني استناني. ابلع بالزون. اوكي لا لا معي سلت، لا معي، لا لا القنابل، لا لا مليون حد قنابل هو قاعد يعدي يخدر في قاعد. لحظة لحظة لحظة، صوب اللعبة كيف هذول خمسة بالسكواد يا اخوان؟ خمسة بالسكواد مش اربعة. يا ربي يا ربي، ايش القاعد، ايش الجيم المجنون اللي لعبته هسه انا. اوكي على العموم، على العموم هيك بكون جربت الشخصيه الجديده، واللي بصراحه انا متامل منها كثير صراحه، انا كثير متامل منها وحاب اشوف ايش، حاب اقعد هيك لحالي اشوف ايش احسن اشياء او ايش افضل الخدع اللي تقدر تسويها بالشخصيه. لانه شوف شخصيه بامكانك تنتقل من مكان لمكان، حلو بامكانك تسوي فيها خدع كثير، بامكانك كثير استراتيجيات تبناء بس على هاي الشخصية. انا بالغالب الفترة الحالية راح اضل العب فيها، اوكي، بهدف اني استكشف قدرات هاي الشخصية واستكشف لاي درجة هي شخصية قوية ولاي درجة ممكن تستبدل باقي الشخصيات. ولكن هل هي حاليا شايفها افضل شخصية؟ بصراحة لسه ما اقدر احكم، لسه ما اقدر احكم اذا انا عن جد اقوى من باقي الشخصيات. ولكن هل هي فكرة جميلة؟ طبعا فكرة جميلة، طبعا فكرة شخصية بصراحة جدا جميلة. هل هي الاقوى حاليا؟ بقول حاليا انا رايي الشخصي المبدئي بقول لا، شايف لسه هو كونغ اقوى. وطبعا هذا كلياته مجرد كلام مبدئي، ما بعرف لقدام لما اعرف كيف العب بهاي الشخصيه او اتعود عليها اكثر، ما بعرف يمكن اكتشف انها اقوى من شخصيه تاي لونغ، او لا مين تاي لونغ، وكونغ مين تاي لونغ. وبس هيك، فتقييم هاي الشخصيه 8 من 10، وال8 من 10 كلياتهم علشان الفكره الجديده اللي فيها هاي الشخصيه. طبعا هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، اذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، واذا ما شفت الجيم الاسطوري اللي عملته على قناه دافينشي اضغط على الفيديو راح يطلع لك هون. وبالنهايه كان معكم دراجون، ودمتم في رعاية الله.